بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ومنه دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مشاهدينا الكرام، نحييكم ليومنا الثالث من ضمن مهرجان ولي عهد المملكة العربية السعودية لعام 2022. ننطلق مع حضراتكم مع مجريات شوطنا السابع والمخصص لفئة أبكار المفاريد. ننتقل مع حضراتكم إلى مجريات الشوط الذي يحمل في طياته العديد من الأسماء والشعارات الرنانة. ننطلق مع البداية وأول المراكز. هنا شواهين سعود بن محمد بن بيشان العجمي على أول المراكز، ثاني المراكز وثاني التحديات. متابعينا الكرام، وصلت الوثبة على مستوى ثاني المراكز السيد عبد الله بن محسن بن راشد المري، ثالث المراكز وثالث الواصلين من الجانب الآخر. متابعينا الأعزاء، وصل بن قبعان عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان من يقدم لنا غيره، لكن الرصد لهذا التجاوز من عمق الميدان. وصلت احدى الاسماء الواصله، احدى الاسماء القويه في هذه اللحظات. وصل شعار الشنجل، وصل شعار الشنجل من يقدم لنا شيماء. شيماء على الصداره. بدات الاسماء، اقتربت الشعارات، اقتربت الاسماء. وصلت الاسماء الواصله في هذه اللحظات، شعار بن رويشد، لكن ارصد لي من الجانب الاخر حمد بن محمد بن راشد بن قرح منهوته. يا سلام يا سلام على هذه التجاوزات. والله راح 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 الشنجل بالصداره بالصداره، لكن ارصد للوصول، ارصد للقدوم على ثالث المراكز. وصل حمد بن عبد الله بن راشد مع طلعه 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 طلعه، لكن ارصدوا لي المركز الاول. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. محمد 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 بن علي بن محمد بن علي الشراب منتوبة منتوبة، من يقدمون لنا منتوبة؟ أبناء الميدان الشحانية، أبناء التحدي، أبناء التحدي. وما شاء الله تبارك الله على هذا الفارق الكبير الكبير، والعروض المميزة التي تقدم لنا منتوبة منتوبة. ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض الكبير والمميز والمميز. سلام لأبناء الشحانية، سلام سلام لأبناء الشحانية. أبناء التحدي حضروا فابدعوا، حضروا فابدعوا مع هذه البطلة. التهاني والتبريكات لمالك منتوبة السيد حمد بن محمد بن علي الشراب. ما شاء الله تبارك الله يا الشراب على هذا العرض المميز التي قدمت لنا هذه البطلة. ثاني المراكز كان وصول طلعة أيضا لأبناء الشحانية حمد بن عبد الله بن راشد القرح، ثالث المراكز كان وصول أيضا ثلاثية لأبناء الشحانية مع شيماء لسيد محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري على مستوى ثالث المراكز. لحظات وصول هذه البطلة منتوبة إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 3:07:52 جزء من الثانية. ثاني المراكز أيضا كان الوصول شحاني على المركز الأول والثاني والثالث. لسه المركز الثاني كان وصول طلعة لسيد حمد بن عبد الله بن راشد القرح 3:09:90 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان وصول شيماء للسيد محمد بن ناصر بن محمد الشنجة التي قدمت لنا العروض المميزة، والتوقيت الزمني 3:13:67 جزء من الثانية. رابع المراكز كان وصول علي بن عبد الله البطين مع سمحة 3:14:13 جزء من الثانية. خامس المراكز كان وصول الوثبة الذي أيضا قدمت لنا العروض المميزة سيد عبد الله بن محسن بن راشد آل فهيدة 3:13:14:52 جزء من الثانية. ثاني والتبريكات لمالك هذه البطلة منتوبة سيد حمد بن محمد بن علي الشراب
على هذا الفوز والانتصار. شوطنا القادم بصوت الزميل العزيز رايد بن محمد الضيوفي العطوي. الهجن قدر قيمه.